مسح لاتحاد الصناعة البريطانية نشرت بياناته هذا الجمعة أظهر أن تباطؤ إنفاق المستهلكين بدأ يؤثر سلبا على الشركات العاملة في قطاع الخدمات خلال شهر فبراير الماضي، حيث تراجعت وتيرة النمو في هذا القطاع إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات، وهو ما أثار المخاوف قبل الانفصال الرسمي للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. مؤشر مدير المشتريات انخفض إلى أدنى مستوياته على أساس 5 أشهر، لكن لا يجب أن ننسى بأن تراجع الجنيه حفز الاقتصاد البريطاني، إلا أن المخاوف الكبيرة هي في أن يصبح تصاعد وتيرة النمو وراءنا على الأقل فيما يتعلق بالمملكة المتحدة. وما يزيد من هذه المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني والذي نما بوتيرة أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى في عام 2016 هي تحليلات الخبراء والتي تشير إلى أن التضخم المتزايد سرعان ما سيبدأ في التأثير سلبا على المستهلكين وأرباح الشركات.